خالد مريخ. طبعا خالد شهادتي فيه مجروحة لأنه من فريقي يعني، وأنا سعيد أنه من فريقي. خالد يملك الكاريزما، وهذه الكاريزما ما تدرس ولا لها يعني تفسير، هذه شيء رباني. ولكن اللي بيده شعره وتفاعله كمل هذا القبول وهذه الكاريزما. أنا سعيد فيه، وهو في بيته يقول لأجل الوطن لو تسام، لو لأجل الوطن هذا لو تسام الأرواح، سقنا لها الأرواح حب وسعادة. وأنا أقول حنا بكل حروبنا مستفيدين، أما ربحنا نصر ولا شهادة. سلام. والله يوفقك وفالك إن شاء الله الراية، الله يحفظك. شكرا أبو غنام. معك أستاذنا وحبيبنا ناصر السبيعي. أنا طبعا يعني أشد على يد أبو غنام أنه عنده حضور يعني في المسرح، وخاصة لما يعني دخل علينا بالشيلة وجمهور ما شاء الله ورا يعني معاه ساندة، شاعر جميل. يمكن شدني أكثر بيت شدني، أنا رجال عادي يبكي الرجال، ترى إحساس البنادم شيء رباني. أنا أخذت هذا البيت على أنه يتساءل هل عادي فعلا يبكي الرجال، يعني في ظل العادات والتقاليد واللي نعيشه احنا يعني كمجتمع شرقي يعني. فهو طرح سؤال بالنسبه لي انا سؤال مهم جدا يعني، فاعتقد ان الشاعر يعني يبكي من خلال قصيدته اكثر مما يبكي من خلال. شكرا المشاعر. شكرا ابو فهد، وبلا شك خالد ابدع. اليك استاذي نايف صقر. والله ما ابغى يعني ازايد على كلام الاخوان، شاعر ممتاز وجميل. البيت اللي أشاد فيه ناصر هو بيت القصيدة، وبيت يدل على أنه الشاعر يقدر يكتب أجمل بعد. لكن بس عندي تحفظ على كلمة موساد ويقتال، واجد اللي اغتالوا غير الموساد. الموساد معترف يعني شغلة شينة يا أبو صدر. الموساد تقصد الموساد يقتال كل فرحة في الصدر، يقتال كل سعادة. الموساد يعني الإسرائيلي تقصد. الله يكفينا شر، عندنا ممثلين بصورة سيئة. عموما هو رمز للسوء في الأخير. تقدر شاعر مثلك يقدر يوقف كلمة أمكن منها. الله يرحمه. شكرا أستاذنا نايف صقر، وشكرا لكل أساتذتنا أعضاء لجنة التحكيم، وشكرا لشاعرنا المبدع على هذا.